كفاياتك صارت نقود، جمعها وجيبها. لأول مرة في العراق مصنع إعادة تدوير البلاستيك والكرتون، مصنع صديق البيئة. بمعنى راح نعيد تصنيع النفايات وراح نحافظ على نظافة منطقتك وراح نوفر لك فرصة عمل. نسبة إنجاز المشروع حوالي 60%. خلفي هذه الغرف غرف تخمير العجينة وأيضا خط الإنتاج. كل هذه التفاصيل في مشروع إعادة تدوير الكرتون. معمل تدوير الكرتون يوميا يشتغل 24 ساعة يدور 150 طن مادة صالحة لصناعة الكرتون. معمل فريد من نوعه بالعراق لأول مرة بالعراق. لأول مرة في العراق مصنع إعادة تدوير البلاستيك والكرتون، مصنع صديق البيئة. عنوان هذا المشروع: العراق، بابل، جنوب محافظة بابل تحديدا، بالقرب من الطريق السريع، بالقرب من معمل الاتحاد تكرير السكر.